استقبلت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية بمطار القاهرة الدولي، السيدة جيل بايدن قرينة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في مستهل زيارتها لمصر التي تمتد على مدار يومين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته رحبا بالسيدة جيل بايدن في قصر الاتحادية، حيث نقل السيد الرئيس تحياته للرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة، معرباً عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة. من جانبها نقلت قرينة الرئيس الأمريكي تحيات الرئيس بايدن للسيد الرئيس، وأشادت بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر، معربة عن تقدير الولايات المتحدة حكومة وشعباً لمصر. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته مواقع التواصل من أنباء بشأن اعتزام الحكومة تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد آل البيت لصالح مشروعات استثمارية. من جانبها شددت وزارة الأوقاف على أن كافة مساجد آل البيت قائمة كما هي دون المساس أو الإضرار بأي منها، لما لها من قيمة دينية وتاريخية وتراثية تجعلها تحظى بمكانة عظيمة، مشيرة إلى اهتمام الدولة بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير وترميم مساجد آل البيت على نحو متكامل يتماشى مع طابعها التاريخي والروحاني، وذلك بالتوازي مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع تلك المساجد. أكد وزير الخارجية سامح شكري دور مصر بصفتها رئيسا لمؤتمر المناخ كوب 27 في قيادة توافق متعدد الأطراف بشأن المطالبة بإصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتسهيل توفير التمويل من خلال المنح والقروض الميسرة، بالإضافة إلى إطلاق المناقشات بشأن تمويل الخسائر والأضرار لدعم الدول النامية المتأثرة بالظواهر الجوية المتطرفة. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في اجتماع أصدقاء تجمع بريكس الوزارية المنعقد في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا. كما شدد شكري في كلمته على أهمية تنويع الفرص الاقتصادية والشركاء التجاريين ومصادر التمويل، منوها بما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها مع تجمع بريكس والدول النامية الأخرى التي تتشارك معها في المواقف بشأن التحديات والفرص الاقتصادية العالمية. التقى اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية نيلس ميورو نائب رئيس مجلس المياه بإقليم برابنت دلتا في هولندا وعدد من المسؤولين لبحث تنفيذ مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحية بصعيد مصر. أشار وزير التنمية المحلية خلال اللقاء إلى أن مصر قامت بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في مجالات تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وإنشاء محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها، مشيرا إلى تنفيذ مشروعات باستثمارات 10.5 مليار جنيه لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد في قطاعات البنية الأساسية و2.7 مليار جنيه في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي. أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية الهدف العالمي للتنوع البيولوجي، لا سيما بعد اعتماد الإطار العام العالمي للتنوع البيولوجي في ديسمبر الماضي في مؤتمر كندا كوب 15. جاء ذلك خلال مشاركتهما في الجلسة الافتتاحية حول تنفيذ مخرجات مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا. واستعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في مواجهة فقد التنوع البيولوجي، وتطالب بإشراك كافة أصحاب المصلحة في استراتيجية إفريقية للتنوع البيولوجي، مؤكدة اهتمام مصر بهذا الملف، مما دفعها لتخصيص يوم ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ كوب 27. تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في كافة السلاسل والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
وفر في المعروض من السلع في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي تواصل وزارة الداخلية فعالياتها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع إحكام الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار. التخفيضات على السلع في إطار المبادرة تصل إلى 60%. ويشارك في هذه المرحلة الممتدة منذ شهر رمضان 28 سلسلة تجارية بإجمالي 1211 فرعاً على مستوى الجمهورية. احنا موفرين معظم السلع زي الرز وزي الزيت وزي السكر بأسعار مميزة، وبنحاول نحافظ طبعاً على تواجد السلع بصفة دائمة وبأسعار مخفضة وقد أشاد المواطنون بحرص الوزارة على مد فعاليات المبادرة مع توفير السلع بجودة عالية وبتخفيضات كبيرة، ليتمكنوا من تلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة. أنا شايفة أن ما شاء الله متوفر كل حاجة، الأسعار كويسة مقارنة من الناس بتستغل وترفع في الأسعار، والحاجة متوفرة جدا وكل حاجة بصراحة مبسوطة منها. يعني مبادرة أسعارها كويسة، وإحنا بننشد سيادة الرئيس أن المبادرة تنتشر أكتر وأكتر ويبقى الأسعار تتوفر على طول السنة. فعلا أسعار رخيصة جدا جدا جدا، أنا بنصح الناس يجوا اللي فيها حاجات المبادرة بتاعت سيادة الرئيس. السلع كلها هنا فيها تخفيضات والعملية متوفرة خالص، وبشكر سيادة الرئيس. وتم إقامة 4 معارض رئيسية في إطار المبادرة تتوفر فيها كافة أنواع السلع بجودة عالية وبالأسعار المخفضة. أنا تقريبا ما فيش حاجة مش موجودة الحقيقة، كله متغطي، بالذات طبعا الحاجات الأساسية اللي البيوت بتحتاجها. أنا طبعا بشكر سيادة الرئيس جدا على المبادرة دي، وعلى ان احنا السلع والمنتجات متوفره باسعار مناسبه بتلبي احتياجات المواطن. اسعار في المتناول وغير اسعار بره، ارخص من بره كتير، يعني في حاجات لا في فرق واضح فيها. المبادره كويسه جدا 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 وجميله، ملبيه كل احتياجاتنا وكل حاجه، فالاسعار كويسه قوي، الاسعار في المتناول الجميع كويسه جدا بصراحه. يعني في السياق الذاتي تواصل منظومه امان التابعه لوزاره الداخليه مشاركتها في المبادره من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة عبر 1026 منفذاً ثابتاً ومتحركاً تابعاً لها على مستوى الجمهورية وموضحة على موقع الوزارة على الإنترنت. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، ونبقى جنبك للنهاية. المبادرة تأتي استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على أسعار السلع. لو تحتاجينا بتلاقينا دايماً هنا شرطة وشعب. يواجه فريق سيراميكا كيلوباترا نظيره فاركو في 7 مساء على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 30 لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، ويحل فريق فيوتشر ضيفا على نظيره بيراميدز في 9:30 مساء على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة ذاتها.